مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل أكسترا نيوز. خالد أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. خالد، ما هي الفرضيات الأخرى المطروحة الآن أمام ماكرون، وما الأصداء حول مسألة حكومة أغلبية التي يقترحها؟ تحياتي إيمان ليك ولكل السادة المشاهدين. في خطاب قصير للغاية توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين في محاولة لإطلاعهم على أجواء المحادثات التي أجراها مع رؤساء الأحزاب على مدار يومين بالأمس وطوال هذا اليوم، وذلك في محاولة لإشراكهم على أن الأمر يمكن أن يدخل فرنسا إلى أزمة. ولهذا هو تحدث أنه من خلال هذا الحوار الذي تم لم يكن هناك اتفاق من قبل الأحزاب جميعها بأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، وتحدث عن المسؤولية ومسؤولية الجميع، وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون بأن الطريقة التي يمكن اتخاذ بها القرارات وسن القوانين يجب أن تتغير، وأنه لا يمكن لحزب منفرد الآن أن يقوم باتخاذ بعض من القرارات أو حتى بالحكم منفردا. جاءت هذه الكلمة إيمان قبل أن يتوجه الرئيس الفرنسي إلى جولة خارجية ستبدأ اعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع. نعم، طيب، هو في حديث أيضا أشار إلى مجموعة من القضايا الرئيسية التي سيتشارك مع هذه الأحزاب في مناقشتها أو ستتعاون معه في أو مع حكومته في هذه القضايا، كتكلفة المعيشة والطاقة والمناخ وإلى آخر هذه القضايا. ما طبيعة هذه الموضوعات خالد، وهل هناك توافق حولها؟ الحقيقة إيمان هناك مأزق كبير تعيشه الحكومة الفرنسية، حيث أن اليمين الفرنسي له ملفات يدافع عنها واليسار الفرنسي له ملفات أخرى يدافع عنها. في بداية الأمر إيمان كانت هناك اتجاهات من قبل الحكومة الفرنسية للتحالف مع حزب الجمهوريين، وهذا ما ظهر جليا من خلال تصريح لإدوار فيليب رئيس الوزراء السابق وهو رئيس حزب أفاق بعد خروجه من قصر الإليزيه، وقال أنه يتمنى عمل تحالف للأغلبية الفرنسية للرئيس إيمانويل ماكرون مع الجمهوريين، إلا أن كريستيان جاكوب رئيس الجمهوريين بالأمس تحدث على أن الجمهوريين سيبقون في المعارضة. إذن الآن الاتجاه إلى الأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب الخضر، أيضا هذا ما أكده أوليفييه فيران، في محاولة للتحالف معهم. والملفات المهمة التي تحدث عنها النهاردة إيمان في الخطاب الرئيس الفرنسي هو ملفين: القدرة الشرائية والتغير البيئي. إذن هناك اهتمام كبير، وتحدث على أنه اعتبارا من هذا الصيف لابد من إيجاد مخرج وحل لهذين الملفين، ولهذا هو يسعى جديا وقال: عند عودتي من بروكسل سنتخذ الخطوات السريعة للمضي قدما في هذا الاتجاه. أخيرا خالد، كيف تنظر هذه الأحزاب إلى أطروحات وفرضيات إيمانويل ماكرون خصوصا بعدما خسر الأغلبية؟ الحقيقة يعني كان رد فعل جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية كان سريعا، لم ينتظر إلا دقيقتين فقط بعد كلمة الرئيس ماكرون، وقام بالتأكيد بمعارضة كلمته، وأكد على أن الأغلبية العظمى من الفرنسيين لا يريدون سياسة أو يعارضون سياسة الرئيس الفرنسي. لكن جميع الصحف الفرنسية هنا أكدت على أن الرئيس الفرنسي من خلال هذا الخطاب السريع جعل أرسل برسالتين: الرسالة الأولى هي للمعارضة الفرنسية وأشركهم في المسؤولية، والرسالة الثانية للشعب الفرنسي ليقول لهم أننا سنعمل جديا للخروج من هذه الأزمة الداخلية والتي جاءت بناء على الأزمة الخارجية التي تشهدها فرنسا ويشهدها العالم. شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسل أكسترا نيوز من مارسيليا.